الترند العالمي. نشوف. الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد نشر صورة لوصول الفريق إلى ألمانيا لمواجهة كوبنهاجن في ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب راين إنرجي ستوديوم. الحساب الرسمي لموقع يلا كورة نشر صورة لبيرلو توضح الفترة الزمنية القصيرة بين تولي فريق الشباب والفريق الأول بيوفنتوس. لسه بنتكلم في موضوع بيرلو، حساب فوتبول تويت نشر صورة لبوفون وبيرلو وقالت عندما يكون المدير الفني أصغر من لاعب الفريق. في الجول على تويتر نشر تصريحات ميرتنز جناح نابولي عن أسباب الخسارة من برشلونة. كمان المصري اليوم على تويتر نشر لاعبو ريال مدريد يدعمون زيدان بعد الخروج الأوروبي. حساب التلفزيون الروسي بالعربي نشر ان ريال مدريد سيعير جاريث بيل الى احد الانديه الكبيره الفتره المقبله. واخيرا حساب فرانس 24 على تويتر عن المباراه المرتقبه بين بايرن ميونخ وبرشلونه في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. طيب الكلام الفترة الحالية على الشامبيونز ليج الأوروبي، والكل طبعا بيتمتع وبيتفرج على الماتشات دي. امبارح شفنا برشلونة في الحقيقة وميسي عملوا مباراة كبيرة جدا وفوزهم على نابولي بعد ما كانوا متعادلين في إيطاليا بنتيجة 1-1. امبارح كسبوا 3-1 في ليلة تألق ميسي، وفي الحقيقة هي مش ليلة واحدة، هو ميسي دايما بيتألق وبيتوهج في كل المباريات يعني، وبصراحة هو اللي شايل برشلونة الفترة دي. لو شلت ميسي كده حتى في وجوده في الدوري الدنيا كانت صعبة، فلو شلت ميسي كمان في مباراة امبارح الدنيا تبقى أصعب بالنسبة لبرشلونة أو في أي مباراة أخرى يعني. لكن في العموم بنبارك لجمهور برشلونة تأهله لدور الثمانية في الفترة المقبلة، وهيقابل منافس قوي جدا وعنده لعيب جامد قوي اللي هو ليفاندوفسكي، فالدنيا هتبقى برضو فيها صعوبة شوية على برشلونة، لكن تبقى مباراة كبيرة هنشوف فيها ندية قوية جدا. فبالتالي خلينا نبتدي بمانشستر يونايتد واللي نشروا صورة لوصول الفريق، ودول طبعا بيستعدوا للدوري الأوروبي لمواجهة كوبنهاجن في ربع نهائي البطولة دي على ملعب راين إنرجي ستاديوم، ومباراة هتكون قوية جدا، وكفة أعتقد مانشستر يونايتد هتكون أرجح في تواجد برونو فرنانديز طبعا النجم البرتغالي اللي فرق كتير قوي، وواضح الكلام ده في بطولة الدوري في مستوى مانشستر يونايتد، وساعد بشكل كبير جدا في احتلالهم للمركز الثالث ووصولهم للتشامبيونز ليج الموسم القادم. فهتبقى مباراة قوية، لكن اكيد الكفة ارجح لمانشستر يونايتد. فريق كوبنهاجن نعلم وتذكر نجمنا المصري محمد زيدان لاعب فيه فترة من الفترات يعني. خلينا نروح كمان لي يلا كورة وحسابهم على موقع او على حسابهم الرسمي فين يا جماعة، على تويتر او فيسبوك في العموم يعني، ونشروا صوره لبيرلو توضح الفتره الزمنيه ما بين ان هو كان تولى تدريب فريق الشباب بيوفنتوس والفريق الاول ليوفنتوس. ايه اللي حصل؟ بيرلو بالظبط من 3 ايام تقريبا تم اعلان ان هو مدير فني لفريق الشباب لفريق يوفنتوس الايطالي، بعد كمان ما مشي موريسيو ساري بعد الخروج في المباراة الأخيرة أمام اليوم من الشامبيونز ليج فتم إقالته. فسريعا على طول أسرع انتقال في التاريخ يعتبر يعني، بيرلو بعد ما كان في مدير فني للشباب بقى هو المدير الفني للفريق الأول، والثقافة هناك مفيش مشكلة ادي فرص للشباب كمدربين، وزي ما شفنا قبل كده جوارديولا كان ماسك الناشئين في برشلونة بقى هو جوارديولا بعد ما مسك الفريق الأول لبرشلونة، فعندهم الجرأة في الجزئية دي. نتمنى النجاح لأسطورة في الحقيقة في خط الوسط وأسطورة إيطالية هو بيرلو النجم الإيطالي مع يوفنتوس. لسه مع يوفنتوس وتحديدا حساب فوتبول تويت نشر صورة لبوفون وبيرلو هما مع بعض، لكن هنا بيعملوا مقارنة أو مش مقارنة يعني، بيقول لك إن موجود مدير فني أصغر من لاعب الفريق. بوفون عنده 42 سنة ما شاء الله، وطبعا حارس مرمى عالمي يعني، في المقابل بيرلو عنده 41 سنة فقط. فبيقول لك عندما يكون المدير الفني أصغر سنا من لاعب الفريق، ودي ظاهرة يعني أو حاجة غريبة تعتبر في كرة القدم، لكن الحاجات دي بتحصل في أوروبا عادي جدا يعني. خلينا نروح في الجول وتصريح مهم جدا لميرتنز من خلال صفحتهم على تويتر،
وميرتنز اللي طبعا النجم البلجيكي المميز جدا واللي جاب هدف نابولي الوحيد امبارح في مرمى برشلونه من ضربه جزاء، اتكلم في تصريح غريب شويه. قال ايه؟ قال احنا مشكلتنا في مباراه امبارح ان احنا بعد ما جه فينا هدف واتنين ما كناش عارفين ايه استراتيجيتنا في اللعب عشان نقدر نعوض، وشاف كمان ان مشكلتهم الاكبر ان هم كانوا بيلعبوا ميسي، ودي الحقيقه. يعني ميسي جاب جون الثاني ده جون تحفه، جون تحفه. والثالث انا بصراحه مستغرب هو ليه ما اتحسبش، او بيقول لك هاند بول بس ما اعرفش الفار بقى هو ادرى، كان جاب جون ثالث كمان حلو واتلغى يعني. لكن في العموم تصريح برضو غريب من ميرتنز، ما اعرفش جاتوزو هيستقبل التصريح ده ازاي طبعا لو هو مدير فني لنابولي. طيب نروح لمصر اليوم على تويتر اللي نشر لاعبو ريال مدريد يدعمون زيدان بعد الخروج الاوروبي، وانا شايف ان مفيش اي مشكله في الحقيقه في خروج ريال مدريد الاوروبي. كان عندهم امال وكانوا عاملين مباراه قويه جدا مع مانشستر سيتي، اخطاء فاران هي اللي كلفت الفريق الخروج، لكن في نفس الوقت الفرقه واقفه على رجليها، الفرقه قدرت ان هي كمان الفتره اللي فاتت تحقق بطوله الدوري بشكل مميز جدا مع زين الدين زيدان. وفي الحقيقه انت لما تشوف كده شكل زيدان تفتكر البطولات على طول، ما شاء الله حقق عدد كبير جدا من البطولات مع ريال مدريد، يكفي 3 تشامبيونز ليج ورا بعض، حاجه تاريخيه يعني. فاكيد في كل الدعم لزين الدين زيدان خلال الفتره اللي جايه. طيب بتقولي لي حاجه يا جماعه؟ قول في حاجه. طيب خلينا نروح نشوف بعض المشاركات الخاصه بحضراتكم على صفحات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك، وانستجرام، وتوقعاتكم لنتيجه المباراه، والتوقعات الصحيحه هيكسبوا طبعا اوبو تليفون اوبو، وجائزه او مسابقه مهمه جدا بتعملها شركه اوبو زي ما حضراتكم عارفين. خلينا نبتدي بفيسبوك. فيسبوك احمد السايح قال ايه او توقع ايه؟ توقع 3-0 للأهلي. ماشي. محمد الفيقي قال 2-0 للأهلي إن شاء الله. محمد موسى قال 3-0 للأهلي بإذن الله. علاء السمنودي قال 2-1 للأهلي إن شاء الله. نادر نجا 3-0 للأهلي إن شاء الله. أبو ياسين قال 3-0 صراحة الأهلي أعظم نادي بالكون. ماشي يا أبو ياسين. أحمد حربي 3-0 للأهلي إن شاء الله. عبدو المتولي 4-0 للأهلي. سامح سعودي 3-0 صالح النادي الأهلي. شادي جعفر 2-0 للأهلي. محمود حافظ 3-0 للأهلي إن شاء الله. طيب دي كانت بعض توقعات جمهور النادي الأهلي على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، والكل في الحقيقة متفائل جدا، وحالة من التفاؤل واضحة على طبعا توقعات جماهير النادي الأهلي، وطبعا كلنا متفائلين إن شاء الله الأهلي يكسب مباراة اليوم وثلاث نقاط تكون جديدة في مشواره في بطولة الدوري. طبعا دي المسابقة اللي احنا قلنا لحضراتكم عليها في بداية الحلقة، اللي هيقدر يتوقع الخمسة اللي هيقدروا يتوقعوا النتيجة صح هيكون ليهم خمس، كل واحد ليه تليفون اوبو رينو 3 وتليفون كمان يعني مميز بعدد من الكاميرات، اربع كاميرات وحاجات مميزة جدا. وخلي بالكم على فكرة بخلاف اوبو في كمان تيشيرتات للنادي الاهلي طبعا هيتم الاعلان عن تفاصيلها خلال الفتره اللي جايه او خلال اليوم النهارده على مدار اليوم في ملعب الاهلي مثلا بعدينا، وكلها مسابقات لجمهور النادي الاهلي. طيب دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. قبل ما نختم نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته اليوم امام انبي، المباراه المؤجله من الاسبوع ال15 من بطوله الدوري. ان شاء الله يكسب الاهلي، ان شاء الله نستمتع بالفريق النهارده، وان شاء الله باذن الله كمان هيكون في مفاجات في الاستوديو التحليلي لهذه المباراه بعد حلقه النهارده من الترند. لكن بكره ان شاء الله هنكون مع حضراتكم عشان نبارك لبعض بفوز النادي الاهلي على انبي باذن الله تعالى. سلام.